كنا مع رسول الله في بيت رجل من الأنصار في جماعة، فنادى منادى: يا أهل المنزل، أتأذنون لي بالدخول ولكم إلي حاجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من المنادي؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله: هذا إبليس اللعين لعنه الله تعالى. فقال عمر بن الخطاب: أتأذن لي يا رسول الله أن أقتله؟ فقال النبي: مهلا يا عمر، أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم؟ لكن افتحوا له الباب، فإنه مأمور، فافهموا عنه ما يقول واسمعوا منه ما يحدثكم. ففتح له الباب فدخل علينا، فإذا هو شيخ أعور وفي لحيته سبع شعرات كشعر الفرس الكبير، وأنيابه خارجة كأنياب الخنزير، وشفتاه كشفتي الثور. فقال: السلام عليك يا محمد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. فقال النبي: السلام لله يا لعين، قد سمعت حاجتك، فما هي؟ فقال له إبليس: يا محمد، ما جئتك اختيارا، ولكن جئتك اضطرارا. فقال النبي: وما الذي اضطرك يا لعين؟ فقال إبليس: آتاني ملك من عند رب العزة فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تأتي لمحمد وأنت صاغر ذليل متواضع، وتخبره كيف مكرك ببني آدم، وكيف إغواؤك لهم، وتصدقه في أي شيء يسألك. فوعزتي وجلالي، لئن كذبته بكذبة واحدة ولم تصدقه، لأجعلنك رمادا تذروه الرياح، ولأشمتن الأعداء بك. وقد جئتك يا محمد كما أمرت، فاسأل عما شئت، فإن لم أصدقك فيما سألتني عنه شمتت بي الأعداء، وما شيء أصعب من شماتة الأعداء. فقال رسول الله: إن كنت صادقا فأخبرني من أبغض الناس إليك. فقال إبليس: أنت يا محمد أبغض خلق الله إلي، ومن هو على مثلك؟ فقال النبي: ماذا تبغض أيضا؟ فقال إبليس: شاب تقي وهب نفسه لله تعالى. قال: ثم من؟ قال: من يدوم على طهارة ثلاثة. فقال النبي: ثم من؟ فقال إبليس: فقير صبور. فقال النبي: وما يدريك أنه صبور؟ فقال إبليس: يا محمد، إذا شكى ضره لمخلوق مثله ثلاثة أيام لم يكتب الله له عمل الصابرين. فقال النبي: ثم من؟ قال: غني شاكر. فقال النبي: